اسمي زياد وائل، عندي 14 سنة من مصر، جاي النهاردة إن شاء الله أغني. أنت جميل واتدربت كفاية وعملت اللي عليك وزيادة، يبقى نبقى واثقين من نفسنا ونطلع على المسرح مش خايفين من أي حاجة. موهبتي مش أنا اكتشفتها، هي مامتي اكتشفتها إن شاء الله. راجل ولا لأ؟ راجل. راجل صح؟ الأكثر الأغاني اللي بغنيها الأغاني الطرب، عشان أنا بحب الأغاني القديمة، أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم وكل ده طبعا، محمد رشدي. أنا جيت أرابيسك جوت تالنت عشان عايزة أوصل موهبتي للناس، وعايز كل العالم العربي يسمع صوتي. خايف؟ والله يعني أنا إن شاء الله ماشية على ربنا إن شاء الله، يعني مفيش حاجة. عرفنا بنفسك؟ أنا اسمي زياد وائل من مصر القاهرة. عندك كام سنة؟ عندي 14. 14 سنة، وهتغني ولا بتعمل إيه؟ هغني. هتغني فعلاً؟ يلا. يلا، أنت مستعجل جداً. ماشي، اتفضل. الوقفة وقفة تاني. استنى علينا الشيط الهوى طفتنا علينا أمرك يا هوى خبر أهالينا جينا يا هوى للبحر جينا والشط وناس بعيد عن عينينا وحلفنا المية نداري طيب سوي الجمهور كده عادي اهو. يا ريتك ما عملت معايا كده. ما انت عملت لها هيك لما ترجع تنشطها من اول وجديد، وقعت على الارض. انا قاصد.